ما حكم الاحتفال بأعياد ميلاد السنة الميلادية؟ أولاً السنة الميلادية أولاً غير ثابتة، يعني غير معلوم متى ولد عيسى عليه السلام. يعني هذا الذي يقول هذه السنة ولد فيها عيسى، هذا غير ثابت أصلاً. لا يعلم متى ولد عيسى عليه السلام على اليقين، لا يعلمون، وإنما هذه تقديرية أنه ولد في هذه السنة صلوات ربي وسلامه عليه، هذا أولاً. ثم كذلك، وهل ولد عيسى وحده؟ ولد عيسى، ولد موسى، ولد سليمان، ولد داود، ولد إبراهيم، ولد إسماعيل، كان هذا الأنبياء ولدوا، ولد محمد، الأنبياء كلهم ولدوا صلوات الله. كل نبي سنسوي له حفل ميلاد وكذا، متى نعمل، متى نجد، متى نجتهد، وليس هذا من دين الله في شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم يعني عاش سنوات طوال، 63 سنة صلوات ربي وسلامه، ما علمنا أنه يوما احتفل بميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز مشاركة الكفار في أعيادهم، لأن هذه الأعياد عندهم أعياد دينية، لكن إذا كانت عندهم احتفالات غير دينية، مثل واحد سوى حفل زواج مثلا، تزوج تروح تبارك له، واحد جاه ولد تروح تبارك له، واحد اشترى له بيت تروح تبارك له، ما في بأس هنا. لكن أعيادهم الدينية كأنك تقول هذا دين، وكأنك تقرهم على هذا الدين، لأن هذا يحتفلون بها على سبيل أنها دين، وهذا لا يجوز، لأن لا عيد عندنا إلا عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر فقط، فلا يجوز مشاركتهم ولا تهنئتهم بهذه الأمور التي يسمونها أعيادا، بل يجب اعتزالهم في مثل هذه الأمور.